طيب هو هنا بيقول لي ايه؟ in a certain company. بسم الله الرحمن الرحيم، وبين نستعين والصلاه والسلام على اشرف المرسلين والمبعوث رحمه العالمين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين، افضل الصلاه والسلام. اما بعد، هو بيقول لي in a certain company 57 employees. مالهم بقى دي employees؟ معلش employees يعني 57 موظف. booked ميني باصز، حجزوا باصات. ماشي، طيب اللي هو الميني باص الصور ده، to go on a trip، عشان يروحوا بيها رحله. How many mini buses did they book؟ هم حجزوا كام mini bus؟ If each mini bus can carry at most 10 employees. يعني الميني باص اخره يشيل 10 employees. طيب لو انا لاحظت حاجه، لو انا هجيبها بالمخ كده، هم 57، الميني باص بيقول ممكن يشيل 10، فاكيد يعني لو انا عايز اجيبها ايه من غير حل، يعني لو انا عايز اجيبها كده لوجيك، يعني هم دلوقتي 57، اولا ال 50 دول هياخدوا 5 باصات، 5 باص. ايه اللي عارفها لك؟ عارف لان الباص بياخد 10 وهم 50، يبقى كده هياخدوا 5 باصز. بس في 7 هتفضلوا، ما ال 57 دي عباره عن ايه؟ عن 50 ومعاهم 7. ال 50 دول اصلا الباص بيشيل 10، يبقى دول هياخدوا 5 باصز. طيب والناس التانيه ال 7 دول مش معقول هنسيبهم بقى، مش هنركبهم، هنركبهم في الباص اللي بعده في 8 باص، دول هياخدوا 5 باصز ودول هياخدوا كمان 1 باص. ما هو مش معقول هنسيبهم بقى واقفين دول، لا احنا عايزين نصفرهم كلهم، ال 57 كلهم يطلعوا التريب. فدول خدوا 5 باص، دول خدوا 1، يبقى في الاخر 6 باص، اللي هم يحتاجوا 6 باص. طيب وهو قايل لي اصلا ان الباص بيشيل لحد تاني، يعني عايز تركب فيه 2 ماشي، عايز تركب فيه 3 ماشي، 4 ماشي، بس ما تزودوش عن 10، يعني ما تجيش تركب لي فيه 11 مثلا، مش هينفع. هو ما فيهوش الا 10 سيتس، 10 كراسي بس، فانت من حقك تركب، عايز تركب واحد ماشي، تركب 2 ماشي، 3 ماشي، لحد 10، بعد كده مش مسموح لك تركب حد زياده، مش حد يوقف. هو اللي قال كده في المساله. فاحنا ممكن احنا كنا عملناها بطريقه سهله بقى، احنا واخدين الراوند فنعمل ايه؟ مش ده 57؟ طب ما 57 دي انا ممكن اعمل لها راوند تو ذا نيرست 10، فين ال 10 اللي هي ال 5؟ ال 7 هتدي لها، هتخليها 6 وده تتحول ل 0. يعني احنا هنعتبر ال 57 امبلويز دول كانهم 60 امبلويز، وكده بقت سهله. ليه بقى؟ لان انا همسك ال 60 دول هعملهم ديفايدد ال 10. ايش معنى 10؟ 10 ان الباص فيه 10 سيتس، او الباص اخره بياخد 10 بيبول. فكده 60 ديفايدد 10، يعني ال 10 ده اللي هو نمبر اوف ايه، اوف سيتس او نمبر اوف بيبول، وهم 60 امبلويز، لما نعملها ديفايد 10 هتدينا 6 على طول، يبقى كده هم هيحتاجوا 6 باصز. يعني لو انا عايز احلها لوجيك في دماغي كده، زي ما اتفقنا ان ال 50 الاولانيين هياخدوا 5 باصز، اوكي، وال 7 التانيين هنركبهم في 1 باص كمان، فكده 5 باصز و1 باص هيعملوا 6 باصز. يا اما نعمل لها راوند من الاول تو ذا نيرست 10. طب اشمعنى انت عملت تو ذا نيرست 10؟ عشان المعلومه اللي هو قالها لي ده، ان الباص بياخد 10 امبلويز. لو كان بيقول لي مثلا في مساله تانيه الباص بياخد 100 امبلويز، ات موست 100، نعملها تو ذا نيرست 100 وهكذا، يبقى كده الراوندنج ساعدنا الحمد لله بعد ربنا في ان احنا ايه، نطلع الانسر صح بتاعت المساله. طيب لو جينا بصينا على المساله دي برضه، يقول لي a school principal، مدير المدرسه، wants to order 1260 pencils، عايز يوزع او يرتب، عايز يرتب 1260 يعني عبيهم، يعني اقلام 1260 pencils. How many boxes would he need to order if the pencils come in boxes of 100؟ يعني معنى كده ان هو عايز، كان ممكن يقول لي كلمه تانيه، يقول لي the box has at most 100 pencils، يعني معناه عايز يحطهم في صناديق، بس الصندوق ما ياخدش اكتر من 100 pencils. 100 100. طب انا كده هتعب قوي في الموضوع، ان انا اقعد اقسم النمبر الكبير ده، يعني اشوف كام بوكس. فاحنا ممكن نعمل حركه تانيه، طالما انت قلت لي at most 100 pencils، او ان the pencils come in boxes of 100، يعني اخرها 100، طب ما انا ممكن اقوم عامل النمبر اللي انت مديهولي ده اهو approximation او rounding، اللي هو 1260، اعمله to the nearest 100، to the nearest 100. فاجي ابص طبعا ده 1 ده 10 ده 100 ده 1000، ال 100 اللي هو ال 2. طب ال 6 هتديها، هتخليها 3، ادي ال 1، ودول هيبقى مكانهم 2 زيروز.
يبقى كده كأنه هو عنده 1300 بنسلز، كده هتبقى اسهل. وعايز يوزعهم بقى على بوكسز، البوكس بياخد 100، يعني معناها هناخد ده نعمله ديفايدد 100، زي المسألة اللي فاتت لما احنا عملنا راوندنج لنمبر اوف امبلويز وقمنا عاملين لهم ديفايدد 10 عشان هو قال لي الباص اخره 10 او بياخد 10. هنا برضه هو قال لي ان البوكس اخره يعني اكبر حاجه ممكن ياخدها 100، فاحنا هنقسم النمبر ده بقى ديفايدد 100. طب احنا في الديفايد اصلا سهله، لو انا عندي 2 زيروز كده و2 زيروز بيتكنسلوا مع بعض، يعني مش هتعب قوي ولا لونج ديفيجن ولا حاجه، هشيل ال2 زيروز دول مع ال2 زيروز، فايه اللي اتبقى 13 ديفايدد 1، يبقى ابروكسيميتلي هيبقوا كام بقى؟ هيبقوا 13 بوكسز. يبقى كده هيبقى هو محتاج 13 بوكسز. لو انا جيت اعمل تشيك لاجابتي فعلا ال 13 بوكسز وكل بوكس بياخد 100، يبقى كده 1300 فعلا هيتحطوا. واحد يقول لك طب هم 1260، يعني لو واحد عايز يحلها بطريقه ثانيه بس من غير الراوندنج بقى، يقوم قايل ايه؟ طب دول 1200، لو انا قسمتهم على 100 هيديني 12، او الزيروين دول هيتكنسلوا مع دول هيديني 12 بوكسز. بس هيرجع انت خدت 1200 فاضل 60 بنسلز، فاضل كمان 60 بنسلز، يعني دول ال 1200 خدوا 12 بوكسز بس لسه عندك 60 بنسلز عايزين لهم كمان بوكس. 60 بنسلز دول عايزين لهم كمان بوكس، يعني دول خدوا ال 1200 بنسلز خدوا 12 بوكسز بس لسه في 60 بنسلز عايزين لهم كمان بوكس، لان البوكس اخره 100 ودول 60 عادي ممكن يتحطوا فيه، فكده يبقوا برضه 13 بوكسز. فطبعا اللي عملها بالراوندنج اسهل بكتير، يبقى انا امسك النمبر اعمله راوند تو ذا نيرست 100 عشان هو قال لي ات موست 100، وبعد كده ابتدي ايه اعمل اعمله ديفايدد نمبر اوف بنسلز ان ذا بوكس.